في يوم من الأيام كان فيه أب ماتت بنته، وبعد فترة من دفنها اتصل بيه حارس المقابر وقال له إن قبر بنتك كله بيتحرق. وحارس المقابر في الوقت ده كان مصدوم جدا من اللي هو شايفه، لكنهم أول ما فتحوا القبر شافوا صدمة بمعنى الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله. القصة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة غريبة وعجيبة في نفس الوقت، والقصة دي لعيلة مكونة من أب وأم وبنتين، وكانت البنت الكبيرة فيهم مجتهدة جدا في دراستها، وكانت أخلاقها كويسة والكل كان بيحبها، والبنت دي قدرت إن هي تدخل كلية الطب باجتهادها. أما البنت الصغيرة بقى فما كانتش بتهتم بالدراسة أساسا وما كانتش بتحبها، وكانت دايما بتعمل مشاكل كتيرة جدا مع أمها وأبوها، وبمعنى أصح كده ما كانتش محبوبة في وسط أهلها. والبنت دي جالها فترة كانت بتسقط كل سنة في المدرسة، لحد ما قرر أبوها إن هو ما عادش يخليها تدرس، وفعلا راح وطلعها من المدرسة. وتمر الأيام يوم ورا التاني، وتبدأ تفكر البنت الصغيرة دي في الجواز. وفي الوقت ده كانت البنت الكبيرة اجتهدت جدا وحققت حلم أبوها وأمها، وبقت دكتورة مشهورة جدا. أما البنت الصغيرة بقى في الوقت ده كان في عريس اتقدم لها، لكن الشخص ده كان المعروف عنه ان اخلاقه مش كويسة، وكانت سمعته وحشة جدا، واغلب الناس ما كانتش بتحب تقرب منه ولا تتعرف عليه. لكن البنت الصغيرة دي كانت اتعلقت بيه جدا، وطبعا ابوها زيه زي اي اب كان رافض ان هي تتجوز منه. وهنا البنت الصغيرة انفجرت في وش ابوها وامها، وقالت لهم ان انتوا حرمتوني من كل حاجة، حتى المدرسة كمان انتوا كنتوا طلعتوني منها، والوقت كمان انتوا عاوزين تحرموني من الشخص اللي انا عاوزة اتجوزه، وكمان سبتوا اختي الكبيرة تختار حياتها زي ما هي عاوزة، وانا كمان هختار اعيش حياتي زي ما انا عاوزة. وبعد فترة الاب عشان ما يزعلش بنته قرر ان هو يوافق على الشاب ده، وفعلا اتخطبت هي والشخص اللي هي عاوزاه. اما بقى البنت الكبيرة والمتفوقة اتخرجت من كلية الطب، وتم توظيفها على طول في المستشفى واشتغلت كدكتورة. وبعدها بفترة اختها الصغيرة اتجوزت للشخص اللي ابوها اساسا كان رافضه، وكالعادة واللي كان الاب متوقعه اساسا ان في بداية حياة البنت الصغيرة دي في جوازها كانت كلها مشاكل، لحد اما هي في يوم من الايام بقت حامل من جوزها. وفضلت تمر الايام لحد اما في يوم من الايام جوز البنت دي اتصل بابوها وقال له البقاء لله، بنتك ماتت. وفي الوقت ده الاهل طلعوا يجروا على بنتهم ومعاهم بنتهم الكبيرة اللي شغالة دكتورة، على امل ان ممكن تكون بنتهم الصغيرة اغمى عليها واختها الكبيرة تعالجها. واول ما الاهل وصلوا على بيت بنتهم اللي ماتت، ودخلت الاخت الكبيرة عشان تشوفها اتأكدت فعلا ان هي ماتت، وطبعا بعدها نقلوها على المستشفى. وكان جوزها في الوقت ده باين عليه ان هو منهار من العياط، وفي المستشفى هناك تم استخراج تصريح الدفن، وكان مكتوب فيه ان الوفاة طبيعية وما فيهاش اي حاجة. وكانت اخت البنت دي اللي احنا قلنا عليها الدكتورة كانت عمالة تتشاكل مع بقية الدكاترة في المستشفى عشان حد يقول لها ان ازاي اختها ماتت او ايه هو على الاقل سبب الوفاة، وكانت مصممة ان اختها تدخل المشرحة عشان تعرف هي ماتت ازاي بالظبط. لكن ابوها وجوز البنت المتوفية رفضوا رفض شديد جدا، وقالوا لها ان احسن حاجة تكرمي بيها الميت هو دفنه، وفعلا اخدوا الجثة بتاعت بنتهم وراحوا دفنوها. وكانت الاخت الكبيرة في الوقت ده عمالة تصرخ وتعيط بصوت عالي وتقول لابوها عشان خاطر يطلع جثة اختي عشان نشرحها ونعرف سبب الوفاة، عشان انا متأكدة ان هي ميتة بفعل فاعل. وفضلت الدكتورة واللي هي اخت المتوفية على الحال ده لحد منتصف الليل، لحد ما اتصل عليهم حارس المقابر وقال لابو البنت دي ان انت لازم تيجي حالا عند القبر عشان تشوف قبر بنتك اللي عمال يطلع منه دخان ونار. وهنا راح الاب باسرع ما يمكن على قبر بنته، وشاف بعينه النار وهي طالعة من قلب القبر. وهنا الاب فضل يعيط ويصرخ ويقول مين اللي عمل في بنتي كده، وقرر في الوقت ده ان هو يفتح القبر هو والحارس. واول ما فتح القبر شاف منظر مرعب جدا، والمنظر ده كان عبارة عن ان القبر كله كان والع والجثة نفسها كانت متفحمة. وبعد محاولات كتيرة جدا قدروا يطفوا النار اللي في القبر ده، والاب هنا فضل يقول ايه اللي عملتيه في حياتك يا بنتي عشان ده يكون عقاب ربنا سبحانه وتعالى ليكي. لكن الاب كان عنده احساس كبير جدا ان الحريقة اللي حصلت في القبر ده بفعل فاعل. وهنا الاب لما فضل يدقق شوية بدأ يشم ريحة بنزين،
القديم، وكانت الريحة دي مش طالعة غير من قبر واحد وبس، وهو قبر بنته. وفي الوقت ده اتأكد الأب بنسبة 100% ان هي فعلا بفعل فاعل، وعلى طول راح اتصل بالشرطة. وهنا الشرطة اول ما وصلت وعملت تحرياتها وبحثها اكتشفوا فعلا ان الحريقة اللي حصلت دي بفعل فاعل. وهنا الاهل كلهم اتهموا جوز بنتهم ان هو اللي عمل كده، وان هو اللي قتلها من البداية، وبعد كده جه وولع في القبر. ولما جثة بنتهم طلعت على المشرحة عشان تتشرح هناك، الدكاترة اكتشفوا ان هي ميتة مسمومة. وهنا على طول الحكومة امرت بالقبض على جوز البنت دي. وبعد التحقيقات جوزها اعترف بكل حاجة، وقال ان هو كان شاكك في سلوك مراته من زمان، وكان شاكك ان هي حامل من حد تاني، عشان كده قرر ان هو يموتها مسمومة، واستنى لما هي حضرت الاكل وحط لها السم فيه. وقال ان هم بعد ما دفنوها اخد باله ان اختها كل شوية كانت تقول لابوها ان هو يطلع الجثة عشان يشرحوها، وكان خايف لحد يعرف ويتكشف في النهاية ان هو اللي قتلها، عشان كده راح عند القبر وقرر ان هو يولع في جثة مراته. وبعدها طبعا المحكمة حكمت على الزوج ده باقصى عقوبة، وسبحان الله كانت ارادة ربنا سبحانه وتعالى ان هو لازم يتكشف. وبكده نكون وصلنا للنهاية. اتمنى ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، وتعمل لايك للفيديو لو السلسلة دي من القصص بتعجبكم، وطبعا مش محتاج اقولك تشترك في القناة، عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.